هذا وقد غادر بحفظ الله ورعايته ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترأس وفد دولة الكويت في اجتماع الدورة 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية والمزمع عقدهم في العاصمة الرياض. وكان في وداعه سموه حفظه الله على أرض المطار معالي رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز سعدون وسمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الجابر الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار وكبار المسؤولين بالدولة. ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب محمد الرشيد ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وعدد من كبار المسؤولين بالدولة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.